موزي هذا المساء هو هجني أصحاب السمو الشيوخ. كذلك هنا يأتي سعادة علي بن سعيد بن صرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجنة العربية الأصيلة في تتويج الفائزين في هذه المشاركة. هنا سمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم، كذلك سمو الشيخ حمدان بن مكتوم بن راشد المكتوم في تتويج الفائزين. ليأتي هنا محمد بن خالد العطية ليتوج بهذه الكأس المفتوحة، كأس هجن الشحانية وكأس ميان التي حضرت في هذا المساء وانتزعت الكأس المفتوحة في ميدان المرموم. هنا كذلك يأتي صالح العيدة المشرف العام على هذه الهجن ليستلم كذلك مع الحوت محمد بن خالد العطية كأس ميان لهجن الشحانية. تهانينا وناموس للأدعم الشقيق على هذا الفوز والانتصار في ميدان المرموم. هذه الفرحة الكبيرة، كأس دبي، كأس المفتوح، كأس المغفور له بإذن الله تعالى. الشيخ مكتوم بن راشد المكتوم الذي يتوج به الأخوة الفائزين في ميدان المرموم. هذا المهرجان التراثي لعام 2023، هنا الكأس المفتوح، كذلك مشاركة وفرحة من قبل طاقم العمل الفني لهذه العزبة في مشاركة هذا المساء. بينما نذهب إلى شوط القعدان ليأتي لازم لهجن الشحانية بقيادة سالم بن فاران المري. هنا في هذه اللحظات جابر بن سالم بن فاران المري في لحظات التتويج من يد سمو الشيخ محمد بن مكتوم رايد المكتوم. هنا بندقية الجعدان كذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن مكتوم بن راشد المكتوم في تتويج الفائزين. جابر بن سالم فرحا ببندقية القعدان لهجن الشحانية في ثنائية مسائية ضمن أشواطنا المفتوحة. تهانينا ونامو المؤسسة العملاقة. بينما مشاهدينا الكرام كأس المحليات الأصايل ذهب مع الحمر الخطر، ليأتي الظافر من هجن الرياسة مقدما معزة لتنتزع كأس المحليات الأصايل بفوز وناموس مستحق للأحمر. بينما بندقية الجعدان خطفها من خلال لقاء المساء بن زيتون بقدومي مشكور في اللحظات الأخيرة لهجن الرياسة. تهانينا وناموس لهجن الرياسة بحضوره مع المحليات الأصايل في هذا المساء. بن زيتون يتوج كذلك ببندقية الجعدان في هذا المساء بثنائية لهجن الشحانية وثنائية لهجن الرياسة بمختلف الأخوة المضمرين. شكرا سمو الشيخ محمد بن مكتوم بن رايد المكتوم، شكرا كذلك سمو الشيخ حمدان بن مكتوم بن راشد المكتوم في هذا الحضور